بالوقت المتبقي من عالم الصباح لليوم اكيد رح تقدروا تترافقوا انتو وهانيا والشيف شادي لحتى نشوف جاتو التمر والجوز والسابلي والكولي دو فريز كلهم وين صاروا. بونجور مرة تانية، هلا رجعت لهم، رجعت لكم اكيد مشاهدينا بوقت اكيد اطول حتى نرجع نعيد وصفاتنا ونرجع نقول كل شيء عملناه. اول شيء اليوم بلشت نهارنا بعجينة السابلي، عجينة سابلي شوي سبيسيال فينا نعملها بكذا طريقة، حبيت اليوم انا اقدم لكم اياها بهيدي الطريقة يلي هلا شفتوها مع الشيف شادي. حطينا فيها 6 صفار بيض، كبيتين طحين، كباية سكر، حطينا فيها نص ملعقة بيكنج باودر، حطينا فيها صفار 6 بيضات وملعقة فانيلا، خفقناها منيح، عجناها وحطيناها بالبراد لحتى ترتاح. وحضرنا شغلة كتير جديدة كمان، حضرنا كولي دو فخيز، قشرنا الفخيز غسلناه وقشرناه، طحناه بالمشين، عملنا عليه بيوري دو فريز، تعلمنا كيف نشتغل بالجيلاتين، نقعنا الجيلاتين بالمي لحتى صار طري، رجعنا خلطناه مع الفريز والسكر، حطينا تقريبا 40 جرام سكر، حطينا عليهم عصرة حامض وحطيناهم على النار، بس دابوا مع بعض عبيناهم بقوالب سيليكون لحتى تكون كتير سهلة على كل 6 بيض انه تعملها. ممكن كتير ما يكون في عنا قوالب سيليكون، فينا نحطهم بفنجان، فينا نحطهم بأي شيء بده يعطينا الشكل يلي نحن بدنا اياه، أهم شيء ينحطوا بالفريزر لحتى يصيروا قاسيين ونقدر نزينهم مثل ما نحن بدنا. وهلا بدي بلش اعمل موس الشوكولا يلي هي كتير اساسيه لوصفتنا لحتى تطيب اكيد السابلي ليكون قدمناه بطريقه جديده. نعمل الموس الشوكولا، نرجع على السابلي ونرجع، اهم شيء بلشنا نحن اليوم بالوقت الثاني عملنا كيك التمر، حنرجع نعيد المقادير، بس اهم شيء لانه صار له وقت بالفرن نحن حطينا عليه سكر لحتى ما يخسف الكيك. جاي سخفة؟ لم يخسف. فسخة؟ لا لم، لانه نحن انتبهنا كثير لهالموضوع. طيب بس بدي اول شيء انا بدي رحب وبدي اقول لك بونجور. نعم. كيفك انت اليوم؟ منيحه؟ هانيا ما هيك؟ من وين انت يا هانيا؟ بيروت. منين من بيروت؟ بيروت. منين من بيروت؟ ما في بيروت، ما في احياء مثلا؟ مزرعه. بالمزرعه، اوكي. طيب شو بتعملي بحياتك؟ انا اصلا اخصائيه تقويم نطق. اخي ما اخصائيه تغذيه. لا تقويم نطق يعني؟ ايه. اوكي. يعني اذا كان واحد بينطق غلط فانت يعني انت جيت المحل المناسب. بالعكس، مل عليك فردك. اول شيء، وانت هاويه حلويات؟ نعم. يعني كريم، شوكولا، جاتو مزين. اوكي برافو. طيب نحن اول شيء، نحن هون انت هلا حكيتي عن السابلي. نعم. والعجينه جاهزه، بعد شوي صغيره بدنا نعملها، بدنا نشتغلها بالضبط. حكيتي عن الكولي دو فريز، بدنا كمان نكوينه بالثلاجه، بدنا ندهره. وقلتي عملتي هيدي العجينه، بس هيدي العجينه بدنا نرجع نعملها مره ثانيه، ما هيك؟ عجينه التمر. أكيد. طيب هلا بس انتبهي، انت بس عملناها وخفقناها هيدي هالجاتو التمر خلينا نسميه، حطيت عليه سكر من فوق ليش؟ لانه انا مضطره افتحه لهيدا الجاتو قبل ما يخلص استوى، لانه هو بعده ني، لانه بعده 3/4 يعني استوى. نعم. 3/4 استوى. نحن بدنا نزينه هلا. ايه يا نزينه وبعدين بنكفي بنروح على الموس. بالضبط. يلا بدنا نزينه بالجوز. اوكي اوكي. تعطيني هام. اوكي. زيت الحلوين. نعم. اوكي. وحبوب الشوكولا السوداء. عملي حبوب الشوكولا السوداء، اي حبوب شوكولا؟ إيه؟ اذا كانت بيضه. لا هي طيبه كثير مع شوكولا سوداء. تقي بيضه لانه هو من تمر. لا قولي ايه. حقول لك ما تكسفيني. لا ما حاكسفك. هلا فرجيكي. اوكي حاكسفك. إيه؟ هي لانه هيدي الوصفه بتاخذ السكر تبعولها من التمر. اوكي حطيهم. بقى بيطلع شوي حلوه، طيبه انه تنكسر مع شوكولا تكون شوي مره. يعني بس اكيد قصدك انه الشوكولا اللي بدنا نستعمله قمر والشوكولا بلون فيه سكر كثير. بالضبط، بتطلع كثير حلوه ما بيعود فينا. اوكي يلا جو. حنرجع نرد على الفرن لحتى يعلقوا هيدي الزينه، تعلق عليه للجاتو وتستوي معه. اوكي ده جاي من فعل علقه. يلا على الموس يا هانيا. لا بدنا نعيد الوصفه تبع الجاتو. لا الجاتو بعدين. أوكي. على الموس لانه لازم نعمل الموس. يلا طيب لنبلش بموس الشوكولا. حضرنا تقريبا كوب شوكولا على البان ماري لحتى يدوب. مين بان؟ ماري. اوكي.
لكن هلا اول شيء عندنا هون بس خلينا نشوف انه هون في عندنا ليكي ما هيك؟ في عندنا مي سخنه اوكي حطينا أوكي. الشوكولا بقلب البول وحطينا عليه لحتى يذوب الشوكولا لانه نحن بدنا نستعمل الشوكولا دايبه لنقدر نعمل اوكي لكن الشوكولا هلا صار عندنا دايب هلا شو عم تعملي تنقدر نعمل موس شوكولا؟ أنا كتير بحب هلأ في كتير طرق لنعمل موس الشوكولا نعم. أنا كتير بحب أعمل موس الشوكولا مع الكريم أنجليز كريم أنجليز يعني بدي حط كريم أنجليز يعني كريمة جاي من إنجلترا مزبوط معك حق لكن هلأ أنا عندي هون أنت عندك هون طنجرة صغيرة الكاسترول عم تحطي فيها أنت من الكريم فريش كوب كريمة سائلة أوكي وأنا هلأ الكريمة السائلة الباقية اللي بدنا نعمل فيها شونتيه ما هيك يلا ما حد شاف شادي أنا يلا رح نحطهم لكن هون عم نعمل هلأ موس الشوكولاتة عم نضيع اوكي لكن هاني حطت هونيك كوب واحد من الكريم فريش عم يغلي بقلب الكاسترول وشو بنعمل بعدين انا طريقتي بحب كثير حط شيء نكه الكريم السائله نكه الكريم انجليز فينا نحط قشره برتقال فينا نحط قشره حامض فينا نحط عود قرفه كل ست حسب ذوقها حسب هي شو بتحب تعمل واذا ست حلوه شو بتعمل ما بتحط شيء لانه بتطلع اصلا يلا وبين له هالوقت عبال ما تسخن الكريم انا ححط صفار بيضتين بقلب البول اوكي اخفقهم مع 30 جرام سكر اوكي لكن صفار بيض سكر الكريم فريش لك وين عم تغلي على النار الكريم الشانتيلي عم تغلي الشوكولا صار دايب مظبوط يسر وبحط عليهم شويه فانيليا اكيد اوكي ونحن اصلا فينا كمان نحط شويه فانيليا بقلب الكريم انجليز بقلب الفانيل اكيد انت جايبه اكيد الفانيل جايبتيه ليكويد في نعم. منه باودر فيني استعمله اكيد في أوكي. في كمان ظروف بالسوق بلاقوها شيء اسمه سكر فانيلي طيب كثير منيح هيدا كثير منيح هو كله منيح بس هي الفكره انه دائما الليكيد بيكون كونسنتري اكثر سو بيعطي طعمه اطيب وفعلا بيحمي من ريحه البيض المزعجه اوكي طيب. انا بلاقيها مزعجه اوكي اوكي كل واحد عنده رايه اوكي هلا اهم شيء بالموضوع كله انه انا وعم بخفق البيض لازم وقتها تسخن الكريمه حطها بطريقه كثير معينه لانه نحن ما بدنا البيض يستوي بدنا البيض يدوب مع السكر والكريمه يلا لو سمحت شيف شادي شوي 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 وشوي وانت صفار بيض وسكر والكريم فريش يلي هي نوعا ما عم تغلي نعم عم نحطها على صفار البيض نعم وفيهم فانيليا اكيد لحتى نعطي صفار البيض نفس حراره الكريمه لانه نحن بدنا نرجع نضيفهم مع بعض بدنا أوكي. نرجع نطبخهم سوا على النار بس لكن نحن هلا بدنا نضيف نرجع انت هون تحطي هالصفار البيض ارجع مع السكر مع الكريم تحطيهم على الكريم مظبوط يلا وندخلهم كله على النار نعم وين جهزونا هنا ايه بدي لو سمحت شيف شادي اكيد انا بدي اشيل هلا قشرة البرتقال اوكي لانه خلص نكهت لي وانا هلا بدي اقول بس تيبس صغير نعم بس نعمل الكريم شونتيي او الكريمه اللي بدنا نخفقها اذا بدنا نجيبها ليكويد سائله لازم تكون الدهون فيها فوق ال 35% حتى بس تخفق معنا تضل جامده ما ترجع تهبط مظبوط اوكي اوكي هلا بنرجع لعندك بنشيل الكريم على النار اوكي بنزيد شو اسمها هذا الكريم نسيتها؟ كريم انجليز اوكي وهلا بنقلكم بنقلكم صباح الخير اوكي لكن حطينا صفار البيض المخلوط مع السكر مظبوط اوكي وحطينا فوق شوية حليب نرجع نرده على النار تعمل الكريمة هيدي الكريم انجليز في لها طريقة كتير لحتى نعرف انها استوت هلا بفرجيكم كيف بما انه نحن عم نحركها بالملعقة الخشب فينا بكل سهولة بس لنحس انه بلشت نحن ما بدنا اياها كتير جامدة بس لنحس انه بلشت تجمد نعمل تيست معين منمرق الكريمة على الملعقة ومنمرق اصبعنا إذا ما رجعوا علقوا على بعضهم يعني هيدا الكريم صارت جاهزة أنا قلت لك إنه لازم نمر إصبعنا بشي محل أنت ما قبلتي معك؟ مظبوط يا سلام لكن عنا صار عنا هلا الكريم أنجليز أوكي الموس الشو شوكولا كولا شوكولا بالبان ماغي طيب هلا أنت اللي عم تقولي بدك تجمعي هلا الكريم أنجليز أنت مع الشوكولا مظبوط يا سلام بس يبردوا شوتي. بدي أتركهم يبردوا شوي مع بعض بتكون طلعت معنا الكريم شانتي نخفقهم مع بعض بطريقه معينه لحتى يطلع درس. معنا موس طيب كثير كريم انجليز الشوكولا عم بدوب عندنا الكريم فريش عم تنخفق تصير كريم شونتيي كلهم هودي بنجمعهم مع بعضهم مظبوط اوكي ان شاء الله هالعالم تنجمع كلها مع بعضها نحن ب تيست فرجينا اصبعنا اي اصبع؟ ها هي ما بتفرق كل واحد مثل ما بده طيب اوكي وصارت جاهزه؟ صارت جاهزه برافو اهم شيء انه انا شيل الشوكولا عن البان ماري ضيف عليه الكريم انجليز يا سلام يلا طيب يا عنب
هاي الكريم انجليز طيبة كتير مع كتير اشياء، ممكن ناكلها مع برياش، ممكن ناكلها مع بانش مع كاش وشوكولا، طيبة كتير. ممكن نحطها على المافنز؟ ممكن. ممكن نحطها على على شو اسمه مزبوط. على شيء على النحشية إذا هي وباردة شوي بس قريبة شوي صغيرة للكريم باتيسيير. بس بدي أقول شيء، الفرق بينه وبين كريم باتيسيير إنه الكريم باتيسيير بنحط لها نشا نحن عم نعملها لتمسك أكثر. فينا. أنت بتحطي لها نشا؟ أنا ما بحط لها نشا. هلا أنا بدي أعود المشاهدين إنه بدهم يشوفوا معي أشياء جديدة. يلا. حابة كثير أعمل لهم أشياء جديدة. يلا. صار عندنا لك نحن هون هلا هالشوكولا اللي هو دايب عم نحطه مع الكريم انجليز مزبوط ياي وانا هلا عندي لانه انا بتعرف شو وقفت المكنه حتى ما تعجقنا شوي أوكي. بس هو الكريم فريش هلا بده يصير شو بده يصير وبدنا نضيفه بالضبط وصار عندنا ياي حلو كثير طيب لكن احنا عندنا هلا صار بالفرن اللي هو الجاتو شو جاتو بالتمر والجوز والشوكولا طيب انا فيني حرك انا هون بدي منك شغله بدي منك شغله ايه رح بدي منك شغله انه انا هيدي العجينه اللي عملتيها تبع السبلي بلش نحضرها لحتى نخبزها 100% اوكي نحن اوريدي خبزنا اربعه منها مزبوط اوكي بس خلينا نفرجيهم لكن هيدي هي منية عجينه السبلي والوصفه رح تطلع من بعد البريك من بعد البريك بيطلع الوصفه يلا بلش انا هون يا سلام بتعرفي شو بخلي انت بخلي الاشياء الحلوه عندي والاشياء اللي بدها شغل روح لعندك اوكي عجينة السابلي لحتى نقدر نرقها وتضلها محافظه على الشكل يلي نحن بدنا نقصها فيه فينا نحط تحتها رشه طحين صغيره اكيد ما بنكتر لحتى ما تتغير التكستير او نوعيه العجينه تبعولنا حبيت كثير هالعجينه انا وياك هلا انت عم تمدي وانا بقول اوكي زبده قديش الزبدة حطينا كوب زبدة اوكي ورحنا على صفار بيض ست صفار بيض لكوب من الزبدة مزبوط وكوب وكوبين طحين اوكي وكوب سكر دان وحطينا شيء طعمناها بشو؟ اكيد حطينا نص ملعقة بيكنج باودر لانه نحن بهيدي الوصفة حابين انه تنفخ شوي فيكي تجاوبيني انت عم تمدي اوكي يلا ملعقة بيكنج باودر شو كمان؟ حطينا فانيلا اكيد مع البيض واو اوكي يعني بيكنج باودر وفانيليا وحطينا صفار البيض وحطينا طحين وحطينا زبده وحطينا السكر مزبوط هذا الموضوع مزبوط. وصار عندنا عجينه السابلي وهلا بعد شوي صغيره حضروا ورقه وقلم تكتبوا عليها من فوق كمان وصفه هانيا اوكي السابلي رح تكتبوها بس نرجع من البريك بعد شوي صغيره طيب هلا نحن عملنا هودي مبرومين حلوين بعقده نعم اوكي هودي شو بدك تعمليهم هلا بدك تعمليهم مبرومين كمان مبرومين وحاعمل شكل ثاني بركي بنقدر نعمل نعملها للوصفه بدل ما تكون مزينه مثل قطعه الجاتو تكون مثل الساندويش برجر يس لا طيب اوكي يعني لا. انه هن اثنين فوق بعضهم اثنين فوق بعض بس بدل ما تكون في عنا مثل العاده بس مربى بقلب السابلي فيك تسألني سؤال؟ قلي فيك تشتغل انت عم تحكي؟ اكيد اوكي طيب لكن انت عندك هودي الصغار مشان تقطعيهم بالنص هلا فهمت عليك الموضوع اوكي طيب اوكي لكن هلا انت عندك صينيه هون ليك الصينيه وين محضره خالصه مع كمان الورق كمان شو اسمه الباتر فويل الموجود هون رح انت هلا شو تعملي رح انقلهم على الصينيه لحتى بعدين اقدر انقلهم على الفرن طيب بدي شغلي منك الكراميل هلا بنحطه على النار شو بحط هلا على النار بدي سكر سكر كوب بس. سكر هلا سكر ملعقه صغيره زبده هلا دغري نعم يلا نطلع بريك شو رأيك؟ بليز يلا يلا يا غادة اللمسات الأخيرة يلي اليوم رح تتابعوها مع هانيا والشيف شادي إن كان بالجاتو أو حتى كان بالكوليدو فريش شو صار فيها كيف رح نبلش نستعملها بالوقت المتبقي من عالم الصباح نعم هانيا انا هلا بلشت احضر الكراميل يلي هو عم رح يذوب السكر مع الزبده هذا الكراميل وين ما نستعمله؟ مع الصوص هيدا الصوص تبع الجاتو التمر موجود بدي منك شغلي انا بس انا بحرك لك انا بحرك الكراميل انا الكراميل انا الكريم فريش انا الشوكولا انا كذا بس بدي منك شغلي السابلي اللي عملناها هون نعم. اوكي بتفرجيني اياها كيف انت عملتيها مديتي قطعتي وبعدين شو عملنا؟ بعدين فرختها بقطاعه صغيره اوكي لحتى اخذ شكل معين لاقدر اعمل شيء ثاني بالزينه فرغها ومجرد اني انا عملت هيك وشلتها
قطعتها لحالها القطعة اللي قصيتها بتنشال معي. طيب. شاف شادي ما لازم يحترقوا الكراميل. لا لا انا معك انا ما احترقوا ابدا ابدا على فكره انت معي في السيف سايد. طيب لك اول شيء بالفرن حطينا لحد ثلاثة مزبوط حطينا السابليه وخلص معنا الكيك. بدي منك شغلي هلا بنجي على الكراميل بالضبط هلا على الكراميل تعال هلا على الكراميل حطينا نحن هون شويه زبده وشويه سكر والوصفه فين يطلعوا على وين على الشاشه بالضبط شو بنعمل هلا يلا اهم شيء بالكراميل دائما دائما وقت بناكله بالسوق بنحس فيه طعمه حريق هي الكراميل طيبة تكون محروقة لا مش محروقة أبدا طيبة تكون معدولة هيدي الطعمة يلي فيها هل أكيد كل واحد حسب ذوقه أهم شيء إنه نزيحها على النار ونحط الكريم شوي وشوي لأنه بتطلع بابر ممكن تأذي وجه السيدة يلي عم تشتغل فيها سري منحرك هانيا كأنه ناطرين نقطة الضعف أنا عندي إجت هانيا تتكفي وتوفي بعالم الصباح يعني عرفتو جاتو ييد أوكي وهيدي هون صلصة الكراميل صلصة الكراميل هلأ بس تخلص صلصة الكراميل معنا نسكبها بقرب بول أو سوسيات بقلب سكبية وبنتركها لحتى تبرد هيو بردي بس يسخني راح فيها بنتركها لحتى تبرد هيدا الكيك على فكرة طيب كتير ممكن يتقدم دافي وممكن يتقدم بارد حسب كل واحد ذوقه بس طيب كتير برمضان لأنه بعد الإفطار بيكون في كل شيء غذاء يعني أنا هلأ في واحد يجيب خبزة ويغط بالكراميل ما في مشكلة هلأ نحن شو بنعمل نحطه على جنب مشان يبرد نحطه على جنب بالزبط مشان يبرد تعي شوي هلأ هون حطيه على جنب شوي صغيرة هيك أنا رح أجيب لك تعرفي شو رح أجيب لك وعاء كبير شوي حتى تبرد معنا بسرعة شو رأيك بليز اسكبي هون بليز عملي معروف ما تخافي حتى لو سخن أوه يا سلام على الشيف شادي رح اسكب لك اياها انا كمان ببول صغيره زي على جنب ونحط المقلي ورا نعم. وهيدي كمان صوص الكراميل شفت ولا صوص الكراميل نعم. شفتوا القشطه انه قصدي شو هالنكته ارشد اوكي الكراميل جاهزه يلا موس وشوكولا موس وشوكولا شو بدنا نعمل؟ بدنا اول الموس وشوكولا اول شيء وين اخذت الكريم؟ شانتي اوكي حضرنا الكريم شانتي هو أصطب منه كريم شانتي مزبوط وهون أنا وهون دوبنا الشوكولا بالبيماري وحطينا عليه الكريم أنجليز يلي عملناها من صفار البيض والسكر والكريم شانتي والكريم لكن الكريم شانتي الشانتي اللي نحن هلا عم نحط عليها الشوكولا اللي كان دايب اللي خلطناه مع الكريم أنجليز برافو عليك الفكرة انه في طريقه دائما لحتى نعمل الموس لحتى ما تفرط الموس معنا لازم دائما نحرك من الاطراف لانه الكريم شانتي فيها هواء ما بدنا نحن نكسر لها التكستير تبعولها بالضبط واو حبيت الموضوع اذا بدك نبعث لك الرسل عنده وها هذا بعثنا له اياها اول مره بشوفها اول مره قاعد يعمل موس اوكي لك نحن هون واو الموس صارت عندنا اياها نوعا ما جاهزه هلا اللي انا بدي اعمله انا هلا بدي احركها انا بدي منك لك نحن صار عندنا هلا هون بالفرن صار في عندنا عجينه السابلي بالفريزر عندنا الكولي تبع الفريز بروح انا بجيب الكولي انا 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 انت بتعرفي وين الفريزر؟ بدلني بدل هوني أول شمالك أه؟ على اليمين بتشوف فيها معلمتي شو اسمه برج بحيدر وحرجع عيد قدامكم كيف عملنا كيك التمر لأنه كان الوقت كتير ضيق أنا أكيد إنه ما قدرنا مزبوط نشرحه أنا بحرك الموس وبحطهم بالساك أبوش يلا لو أنت لو أنت بس أنت هلأ بتحركي هذا الموضوع كله سوي يلا وأنا هون جو لحتى عملنا كيك التمر أول شيء جبنا التمر بيقدر يكون تمر مطحون وبيقدر يكون التمر حبة كاملة بس مهم إنه نشيل البذرة يلي فيه والكعب يلي إله لحتى ما تطلعنا بقلب الكيك حطينا كوب تمر نقعناه مع كوب ونص مي مغلية وحطينا عليهم ملعقة وثلاث أرباع بيكربونات الصودا لحتى يتفتت التمر ويدوب أكتر ويصير هين مع وصفتنا بقلب الخفاقة حطيت أول شيء 55 جرام زبدة حطيت عليهم نص كوب سكر الوصفة على الشاشة حتطلع لنا كوب سكر أهم شيء نعمل إنه نقسمها اثنين نصها بقلب المشين بقلب الكيك والنص الثاني بدنا نحطه على وجه الكيك لحتى ما يخسف حطينا لكم 55 جرام زبدة حطينا عليه نص كوب سكر حطينا عليه بيضتين ملعقة فاني ورشة ملح
وحطينا ورشة ملح كوبة طحين. هاي بالقلب مش ورشة ملح وكوبة طحين. نخفقهم سوا وبيكونوا بهالوقت ذابوا التمرات وبردوا شوي، بنرجع بنحطهم فوقهم وبنخفقهم وبنحطهم بقلب الصينية. فينا الشكل يلي نحن بدنا، واكيد فينا نزيد العيارات مثل ما بدنا. انا عملته عيار كثير صغير، بس تقدر ست البيت تعمل لحساب على قد هذا العيار. بالضبط، تقدر ست البيت تعمل لحساب يلي هي بدها اياه لقد ما بدها كمية. حطيناه بالصينية، مسحنا الصينية بزبدة ورشينا عليها رشة طحين، حطيناه وحطيناه بالفرن. قبل ما نحطه بالفرن منجيب نص كمية السكر الثاني اللي هو نص كوب السكر الثاني، منرشه على الوش منفوته على الفرن. ليه عملنا هالشي يا غادة؟ لأنه نحن بهالوقت بعد ثلث ساعة بيكون الكيك بعده ما استوى مزبوط، بدي زينه بالجوز المكسر والشوكولا لحتى يعلقوا عليه بنفس الوقت، ما تاخذ الجوز كل الوقت اللي سوا. سخن سخن، طبي 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 طبي. يعني هون من بعد انت ما عملتي لك عادةً. طيب اذا ظهرنا كيك من قلب بالفرن بيرجع بيقشط وبيروح مظبوط هيدا ما حيقشط، لانه نحن حميناه بطبقه سكر، عملنا له طبقه عازله ورجعنا حطيناه بالفرن. هيك ما بيعود يقشط. واو. كيف الموضوع؟ بعد ثلث ساعة منعير الفرن، بعد ثلث ساعة منظهره منحطهم. هلا أنا في شغلة حابة أقولها، مرات كتير بوزع الشوكولا على الطرف، لأنه نحن وقتها بدنا نشكه لحتى نعرف درجة السوا ممكن يغشنا. هو هيدا الجاتو مع المي والتمر جوسي من جوا، ما بينشف على الآخر. بقى ممكن الشوكولات قلنا انه هو استوى، انه هو بعده ما استوى ونخليه وقت اكتر بالفرن. سو إلا ما نخلي محل فيه فاضي لحتى لما نشكه يطلع لنا يبين لنا مزبوط درجة السوا تبعه. انا هون رح بلش بالكلي، اتكل على التعيير. انا رح بلشت بالكلي بالاكل. اكلته اول شيء؟ مين طلع الكلي من الفريزر؟ انا. طيب اذا طلعتيه من الفريزر ليش كبيتي برا؟ لا، مين حطه بالفريزر؟ لا هون السؤال. لا انت كبيتي برا وهي طلعته من الفريزر. اوكي، لكن احنا هلا عندنا صار الجاتو هون جاهز. واو. لكن احنا هلا وين بدك تقدمي الجاتو الحلو؟ عندك صينيه جبتيها معك بتعقد بتجنن. مزبوط؟ اكيد. يا اوكي، لكن عندنا اياها هيك، ليكي شو حلوين. انا هلا رح احط لك عليها الجاتو. اوكي، انت بس هلا بدك تعملي، بدك تيجي تحطي على السبريه اللي عملناها، تحطي الكوري دو فريز ونجي نزينها بالموس وشوكولا. اوكي. الكولي دو فريز نحن عبيناها بقلب هيدول القوالب، وقلنا كمان انه بنقدر نعبيها باي شيء نحن بدنا، فنجان قهوه، يمكن كاسه صغيره حسب قياس البسكوي اللي نحن قطعناها عليه. يمكن تلاقوا هيدي القطعه شوي كبيره، بس هي انه لهيدي بتكفي قد شخص. اذا كان عندنا كثير انواع ديسير فينا نصغرها. سو بالتالي منصغر الكولي ومنصغر الموس عليها. شو بده يصير هلا هون؟ شو بده يصير هلا؟ ترررم. ححط شو بده يصير البسكوي. هلا بحط عليها الكولي ومنحط عليها الموس. شو رأيك؟ شي كثير مهضوم. عرفتي كيف الموضوع يعني ولا ما عرفتي كيف مدعم؟ هلا عرفتي كيف ولا ما عرفتي خبطها. كيف؟ اوكي. نعم. ليه؟ ليه؟ لانه نحن بدنا لما تقصيها يطلع لك من ثلاث اشياء بالضبط، يطلع لك ثلاث طعمات. اكيد ما ننسى انه الفريز بيعطي طعمه تحموضه طيبه مع الشوكولا. هلا فينا كمان اكيد الموس الشوكولا تكون اغمق من هيك، بتعطي اطيب. اكيد كل ما كانت الشوكولا تبعولنا مره، انا برايي بتطلع اطيب هيدي الوصفه، بس اكيد كل واحد على ذوقه. اي انا مع الشوكولا المر 100%. ليك الغش. أوكي. ليك الغش. بدي اعمل انا اوكي. لا اعمل شيء، بدي اعمل شيء ثاني. اعمل شيء ثالث. ايه ليك شو بدي اعمل. اوكي ليك شو بدي اعمل. وين الموس يا حي؟ اوكي صار انا فهم المشاهدين. ليك شو بدي اعمل. ليك هون هيك. اوكي قلب الموس. نجي نحن هون، هيدي اللي عملناها هلا، اللي عملتها مين؟ هانيا. طلعي يا هانيا شو عملت؟ كثير حلوه. اوكي، وبنجي نحن هلا اذا بدنا بنحطها هون بالصينيه بهالطريقه هيك بالموس، وإذا بدنا منخليها هيك مزبوط، وبنرجع بنعمل هيك. طلعوا كيف إذا بدنا، وبنجي بنعمل هاي الطريقة هيك هون. مزبوط. شفتي كيف؟ هانيا حط الثاني. عظيم. شو بعد عنا فكرة؟ نرشهم بشوية بشوية كاكاو. كاكاو. يا سلام على الكاكاو. هلا الرش. اوكي. وين حطيت لي كاكاو؟ بدنا نعمل بعد فكرة؟ غادة وين حطيت لي كاكاو؟ أكلتهم. حطيت كاكاو. يلا. عزيزي. وانا هون جينا.
وين بدك كاكاو؟ كلهم. نعم على الموس بليز. لا تبعيتي ما بدي كاكاو على تبعيتي. لا هي بدك اياها هون خلاص. بليز على تبعيتي ما بدي كاكاو. دعم. وفيها اكيد روعة. اكيد الجاد تبعولنا نزينه بقطع فريز وقطع الفواكه يلي بدنا. هي خليني هلا بكره بنحب فينا نعملها بالفري روج، يعني كل شيء راسبري. اول شيء هذا رح احطه انا هون بهالطريقه الحلوه. نعم انا كان الكيك هون موجود، بدي منك بس شغله. صوص الكراميل. صوص الكراميل لك وينه هون؟ برافو. لك وين صوص الكراميل هون؟ لك وين شو حلوه؟ مظبوط. يلا جو. بتعقد صوص الكراميل؟ لا ما عم بعمل صوص الكراميل. وفينا بس وفينا نحن وعم نضيف منقص كل قطعه بقطعتها ومنحط للشخص كراميل قد ما هو بده. حركيها شوي صغيره. براو حركيها لانه جمد شوي صغيره. نعم طيب انا اذا جاء على بالي اخذ ملعقه صغيره كراميل واكل انا ما فيني. ما فيك ابدا. صار لي قاعد بدبي خمس ست ايام من اكل من 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 الشيف من الشيف فينا نحط من الشيف كراميل. مش انه قاعد بالمطبخ كل الوقت. بدك تعيدي لنا بس لنشوف اذا كنت سريعه قد ايه سريعه. دقيقتين تقولي لنا شو عملتي اليوم. اليوم عملنا عجينه السابلي مزينه بموس الشوكولا وكولي الفريز، وعملنا كيك بالتمر والشوكولا والجوز وحطينا عليه صوصة الكراميل. اوكي اوكي اقل من دقيقتين. شوف سريعة. هيدي الوصفات في اشياء انا ابتكرتها، في اشياء اكيد يعني فينا كل واحد يقدر يزيد الطعمه والنكهه يلي هو بده. بيقدر اذا ممكن نغير من الفريز نحط راسبري، ممكن نحط يمكن نوع حوامض اورانج او حامض حسب كل شخص شو بحب هو يكون مع الشوكولا يلي عم ياكله. ان شاء الله تكونوا حبيتوا وصفاتي. ان شاء الله حارجع مره ثانيه باشياء اكيد مختلفه. فينا نعمل اشياء مع زينات مختلفه لانه هلا اكيد جايين عيد الاضحى الاسبوع الجاي، وبعدين عدا هالوين بدنا نشتغل اكثر بالزينه. واو حبيت من هلا نبلش. اعطيني انت انت قد ما شو اسمع مالكم شوي صغيره. قصتني ان شاء الله يكون. ما بدنا تنقول باي بالاول. في باي؟ انه ما في باي يعني. انا بكره معكم، انا بكره معكم. وانا السبت الجاي رح تكوني موجوده زيارات. بتشرف بتشرف بكره. اهلا وسهلا. غدا انت بكره هون؟ لا كثر خير الله. هانيا ميرسي لاني كنت معنا. اهلا وسهلا فيك ان شاء الله بفريق عالم الصباح. اي حبينا كثير لدرجه انه اذا حدا بيقرب لهون اليوم رح يصير في مجزره. ميرسي لك شيف شادي. ميرسي لك. انا بتمنى لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا ويك اند كثير حلو ان شاء الله، ويستفيدوا من اخر ويك اندات اللي هلا الطقس فيها رح بيكون كثير حلو قبل ما ترجع الشتويه. بكره عالم صباح جديد الساعه 10.